شكرا. الحقيقة يا شيخنا احنا اليوم فكرنا في قناة الرحمة ان احنا عايزين نقدم لفضيلتك اي حاجة تعبيرا عن شكرنا وتقديرنا لوجود حضرتك معنا الليلة، فحضرتك تقبل منا ان احنا نقدم لك درع القناة. اتشرف. الله يبارك فيك. اتشرف، شرف لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. يا مرحبا. يا مرحبا استاذ محمد، تفضل. يا اهلا وسهلا. جئت من المنصورة مسرعا. جزاك الله خير. السلام. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا شيخ وينفع بيك. امين. ويمدك بمدد من عنده. امين. والله احنا ربنا يديمها نعمة قناة الرحمة. هذه بشرى. يا رب. ربنا يديمها. ان حضرتك تنور الاستديو وترجع عودا حامدا من 2020 ما شفناك. ربنا يديم قناة الرحمة دايما قوية ومتميزة. آمين. شرف. الله يكرمك. ويرجع لنا الهوى. يا رب. يا رب. ربنا يكرمك. هذا حاجة بسيطة يا شيخنا. جزاكم الله خير. يعني ما شاء الله الكعبة أحب شيء إلي. الله يبارك. الله يبارك فيك يا سيدنا. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. جزاك الله. ده كتير علينا. ربنا كتير. يا شيخنا يتقدم برنامج من الحياة بقناة الرحمة بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المربي محمد بن حسين بن يعقوب، وذلك لجهوده الدعوية البارزة التي أسهمت في بناء جيل كامل من الدعاة يجوبون الدنيا داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، سائلين المولى أن يكونوا جميعا في ميزان حسنات فضيلته وأن يطيل بقاءه على طاعته وأن يزيد الأمة به نفعا. أحسن الله لكم شيخنا. شكر الله لكم. ده كتير علينا. شاكرين جدا. شاكرين جدا. من حضرتك يا مولانا. أنا المفروض أنا أجيب لكم. وبعدين أنا يعني أنتهز هذه الفرصة وأشكر حضرتك يعني تشريفك لنا اليوم. زي. ثم أشكر أخي عمر وأنا بأحييه في الفترة الأخيرة ما شاء الله يعني نشيط جدا وموفق يعني في كل الحلقات، وهذا دايما يعني ما شاء الله ابن من أبناء قناة الرحمة. الله يحفظكم. ويعني ابن الشيخ أبو بكر يعني هو ابن قناة الرحمة أولا. ربنا ينفع بيك ويتقبل يا رب. ويسعدنا بحضرتك اليوم شيخنا والله. جزاك الله خير. ويعني عودا إن شاء الله يعني في استوديو الرحمة بإذن إن شاء الله. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخنا المربي فضيلة الشيخ العالم الرباني محمد حسين يعقوب على تشريفه لنا، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. ولا يفوتني أيضا أن أتوجه بخالص الشكر تقدير لضيفنا المبارك واللي احنا جميعا ضيوف عليه في قناة الرحمة، الأستاذ محمود حسان المدير العام للقناة. حقيقة مفاجأة طيبة غير معد لها إطلاقا والله. أنا فوجئت أنه دخل علينا. الله يسعدك. جزاكم الله خيرا. ومن هنا نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.